مرحبا، صباح الخير ويعطيكم ألف عافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نسوي طبخة أذربيجانية اسمها نان روميو. هذه الطبخة مشهورة كثير في أذربيجان، لذيذة جديد كثير، أكلتها عند أصحاب الأذربيجانيين فحبيت أشارككم فيها. خليكم معي. بدنا بصلة مقطعة، بدنا رمانة مفرمة، بدنا بيضتين مفتوحات، وطبعا زيت وملح وفلفل. أول شيء بنحمي زيت الزيتون وبنحط عليه البصل، وهون بحط الملح والفلفل، بس شوي يتحمر البصل بنحط الرمان وبنخليه لمدة حوالي 7 دقايق يستوي مع بعض، ينزل عصارة الرمان. طبعا هلا زي ما انتم شايفين الجوس تبع الرمان نزل، العصير تبع الرمان. راح احط البيضتين شوي يضبط، هنسكر عليه دقيقتين ورجيكم. طبعا هذا المنظر النهائي زي ما انتم شايفين، منظر رائع وجميل ومشهي، هجربه وهحكي لكم. الله، طبعا عصير الرمان حامض، القرقشة تبعت الرمان موجودة، وطعم خرافي خرافي، مش هتندموا انكم تسووها. صحة وعافية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.